call me a god. اهلا وسهلا بكم في مقطع جديد في قناتنا نوبات جيمر. نحاول نطور السفينة ونحاول نسيطر على اكبر قدر ممكن من المصانع، والحين نحاول ان نوصل كميات سكر. هذا ما بوصلها، لذلك بسوي لها مباشرة. نروح لهذا المكان ونشوف اذا نقدر نسوي مهمة تزويد او ان نزودهم بالسكر، لأنه شالين كمية 152 من قصب السكر. والسبب إنه ما نحتاج قصب السكر، وإحنا أوريدي من هذا اللي يحارب. أوكي، قراصنة ثانيين عندهم حرب. قلنا قصب السكر ما نحتاج له، لأنه عندنا كثير من شراب القمقم البيضاء، ونفس الشيء الخشخاش ما نحتاج له لأنه عندنا كثير من مادة الأفيون. بس بنرجع لها مستقبلا. في شخص هنا، لو عندي صاروخ الإصلاح كنت بساعده، لكن ما عندي. نرجع للمصنع ونحاول أن نزوده بالسكر الموجود معنا، او نسوي مهمة اصلاح جديدة، مهمة تزويد جديدة. نشوف وش نقدر نسوي هنا. نقدر نجمع، ما اقدر اعطيهم سكر. بس نقرب نسوي لهم تزويد ونشوف اذا نقدر نسوي المهمة هذا. اوكي، اذا هذه هي طريقة التسريع. مثل ما شفتوا للحين سويناه. نعطي الدعم عادي، خلنا بمعنى نعطي الدعم عادي، خلنا نعطي هنا او نعطي المبالغ بشكل عادي. لكن نروح للمكان ونسوي مشاركة. كنت اقدر اخذ، مشكلة اني اخاف ان حد يهجم علي. بس لأنه سويت تسريع، أتوقع أنه بيمتلي مباشرة، والتسريع بمدة 15 دقيقة، فبنخسر الوقت. فالأفضل أني أجمع المواد عشان ما نخسر العملية، ونروح للمنطقة الثانية. والسيل نفس الحركة نسوي، نوصل هناك نعطيهم من قصب السكر اللي معنا. هنا بتكون فائدة قصب السكر مرة ثانية، ما بس عند بعد 4 دقائق بتبدأ مهام استحواذ جديدة. ليش ما يريد يحاربونا؟ نشوف اذا نوصل السكر لهذا المكان القادم، ونشوف كيف تكون لما تكون العملية مسرعة. واحنا ماشيين اذا للاسفل، ونحاول ان نجمع ونعبي، او في الخلف اتوقع عندي مكان متروس، مصنع متروس. ايوه، لازم ارجع لها المصنعين، والثالث هذا كلهم متروسة. فبعبيها، باخذ هذا نسوي لهم تسريع يعني، ونرجع لهناك. اتوقع في بيهاجموني قراصنة المفروض، لان شال كمية من الذهب بس. ويمكن بعد يوصل اشعار للاعبين انه تقدروا تسيطروا ولا تقدروا تحاربوا خالد نوبات جيمر وتستولوا على الموارد اللي موجودة عنده.
نشوف هنا بناخذ نص الموارد عادي، بس نعطيهم السكر. لا سي بيبل، إذا نواصل عملية توصيل السكر ونواصل عملية التسريع وعملية الجمع، ونحاول أن نرجع لجزيرتنا بعد شوي. إذا بعد دقيقتين بتبدأ عملية الاستحواذ، نشوف كيف أمورها وممكن نهجم عليهم. إذا كوب بهجم، إذا مش كوب ما أهجم، وأنا عندي كمية من الذهب. نوصل هنا ونشوف وش نقدر نسوي. في حد يحاربها؟ ما اقدر اسوي. هل خلص عني السكر؟ خلصت كمية السكر اللي عندي. يبدو انه خلصت كمية السكر اللي عندي. ايوه. كم يعطي؟ 60 كل مرة عشان تسوي عملية التسريع. بغض النظر، بنرجع هنا بناخذ الذهب، واحنا رادين نسوي مهمة توصيل الذهب هذه. كم من الحين انا شال؟ الحين شال 100، وبشيل من هنا 280 تقريبا، ف بيكون عندي 300. هل بطور ولا احافظ واجمع؟ نشوف مهام الاستحواذ. اوكي، في مهمة. في مهمة بس ما اروح وحدي، اشوف اذا حد معاي بيهجم عشان نخلصها بسرعة. هنا بتكون دقيقة تام، ولين اوصل لهناك شوية المسافة بتكون بعيدة. فاذا ما حد شارك صعب علي. شوف هذا والله حلوة، بس مشكلة انه ما بيكون عندي فاست ترافل، فبدون فاست ترافل صعب انه اوصل هناك في 5 دقائق. نحاول ولا لا؟ والله بعيد. حلوة الفرصة لكن بعيد، وما ما ما يمديني ما يمديني صراحة، ما يمديني اوصل هنا، ولا اظن يمديني اوصل هنا اساسا. نشوف اذا يمدينا، بس ما اتوقع لانه اوريدي دقيقة مرت. خريطة كنز اسطوري، مطارات شحن السفاحين. شوف بعد الريح بتكون ضدنا، فصعب جدا ان نوصل صراحة. شوف بهالطريقة نقدر نراوغ الرياح. اسوي انضمام ولا حد مشترك؟ صعب علي اني اهجم بروحي. و وات ايتم وي شود ديليفر تو رحمة؟ ثلاث دقائق. مستحيل اقدر اوصل، ولو انطلقت يعني بدون الفاست ترافل صعب جدا بيكون، والرياح ضدنا أكثر من صعب. أوكي،
الحين رسميا نقول مستحيل ان نقدر نهجم على مهمة الاستحواذ. والسبب مثل ما انتم شايفين هذه الإشعارات لازم يعطوني طريقة إني أقدر أغلقها. أردي 33 دقيقة وأردي أتوقع ما حد داخل في هذه المهمة. أيوة ما حد داخل. صعب جدا إني صعب إني أوصل وصعب إني أروح. أصلا ما عندي رماح، ما أخذت الرماح. مدافع الهواء أوكي عندي كمية زينة، القنابل نفس الشيء عندي كمية زينة، لكن الرماح ما عندي. فنخلص هذي وبعد هذا أتوقع نشوف هذا ما فيها. نخلص هذي بس. هي كانت فرصة صراحة. الحين ثلاث وما فيها ولا مشترك، والله فرصة كبيرة، لكن للأسف الشديد إني بعيد جدا. أتمنى إن الفرصة القادمة تكون مناسبة لنا. الحين بدأت المهام، مهام الاستحواذ هذه. ابدا ما عندي، ما بيكون عندي اي فرصة صراحة. للأسف للأسف اللي بعيد جدا. نرجع لسانت ان. ناخذ الموارد من هنا. كم الحين عندي اللي ما اخذها معاي؟ 300. اقدر اطور واقدر اقول نضول الفلوس ونجمعهم لحد ما نشتري احد الاسلحة الاسطورية الموجودة عند انيتا. اذا الموقع الوحدة تعطينا 400، التجميع الوحدة تعطينا 400 تقريبا. بعد عندي في المصنع اللي في الأسفل هنا عندي بعد كمية غيرها أقدر أخذها. ما أعرف بعد ما قررت صراحة، وما ما بقرر الحين. نشوف نشوف لما نوصل هناك ناخذ نظرة أفضل وإيش الحاجات اللي نقدر نطورها، أو إذا كنت بنتظر يعني. نرجع لسانت إن بعد ما جمعنا كل المحاصيل المتاحة في هذا الرن. عندي اوريدي 28 وجايب معاي 350 تقريبا، 379 if my math is right. الرياح كيف نقدر نراوغها؟ سانت إين على اليسار، ناخذ هالطريق ونراوغ الريح شوي وننطلق. طيب
فوتنا هالفرصة، فرصة الاستحواذ الحالية فوتناها. في حاجة هنا، وش من مدينة الموتى اللي محدد لنا؟ وش اللي محدد لنا؟ الصندوق، قنابل مدفع الهاون. ايوه، عشان اقدر اصنع مدافع الهاون. كبرنا المخزون ونرجع الى الاصلاح، انتقال سريع. نشوف هنا، نشتري سكيماتيك او بلو برنت مدفع الهاون. من عند هذا تقريبا، او المهرب سمجلر. مدافع الهون ليبولد 33، ضعيف جدا. تشيلاي 2 عندي اوريدي. شوف البيع، ما يريد شيء. إبحار أو إدارة الشحنة، منجنيق، نستخدم توربيدات، قذائف مدفعية، أريد قذائف مدفعية والله. مدافع الهاون، كابتن. ما عنده كميات كبيرة لكن تفي بالغرض. وصلنا ل 36,000، ناخذ من هنا. اللي سرقتها أكثر أتوقع من اللي أعطاني إياها. نشوف وين نقدر نروح. نرجع للسانتين ونشوف مهام شراء السكر وذاك. عملية تسريع ما أحسها مفيدة، لأنه أصلا أنت ما يكون عندك وقت. في مهمة توصيل بعد متاحة لي، أفضل أني أستغل السكر والخشخاش هنا. نشوف مهام التوصيل أوريدي خلصتها إلا اليوم. أريد أخلصهم. نشوف مهام الصفقات. طبعا بالفاست ترافل تخلص بسرعة، فما يحتاج ليسكال. هذا إغلاق، إغراق. هنا شراء. اغراق. اقدر اروح، ما اقدر اختارهن، فنسوي الاول شي الفاست ترافل، نروح نشتري وبعدين نقدر نفعل هذه. انتقال سريع الى هنا، نشتري بسعر اقل ومن ثم نوصلهن مرة ثانية لسانت اين. توقع سكر معظمهم، بس أهم من هذا نشيل جوز الهند ونكلمها البنت ونقولها ما في حاجة، أو ممكن تعطيني مدافع ومنجنيق. إن شاء الله إن شاء الله، وما تجي تقاتلينا مرة ثانية. ما شفت شخصيات رئيسية ممكن في السيزنز القادم. هم طبعا يعني اعلنوا عن انه في كل سيزن بيضيفوا شخصيات اللي بتحاربهم بيكونوا الفيلنز،
بس الحين ما اظهروا لنا اياهم يعني في هالسيزون وش الحين قاعد يسوون. انا بالغلط بالغلط قلت لهذا الكنز وانا ما جالس اتبعه، انا جالس ادور الشخص اللي يعطينا المهام. قريب بيكون نهاية الفيديو، وصلنا للوقت اللي نخلص فيه الفيديوهات، ف بس خلونا نوصل هالعملية الصفقة وبعدين ننهي. فضة فضة فضة. نرجع مع هذا. اوكي حلو انه كان في طريقنا يعني، فما غلطنا كثير. بالصدفة وجدنا كنز ونسلم له هالصفقات كامل ونرجع. هنا تكون نهاية الفيديو هذا، نشوفكم فيديو آخر. لا تنسونا من المتابعة ومن اللايك ومن تفعيل جرس التنبيهات. لا تنسون من مشاركة اللعبة مع أصدقائكم، مشاركة القناة وكذلك مع أصدقائكم، ونشوفكم فيديو آخر. والسلام عليكم.